النبي صلى الله عليه وسلم يحذر، يقول لك نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس فلا تكن منهم، ما تبقاش من الصنف ده، ما تبقاش من الناس دي، فلا تكن منهم. حديث تحذيري. طب ايه هما النعم اللي عندنا دي؟ ايه هما النعمتين دول؟ قال الصحة والفراغ. الصحة يعني السلامة، والسلامة تشمل كل أنواع السلامة، السلامة البدنية، السلامة المادية، السلامة النفسية، السلامة الاجتماعية. ركز في دي، السلامة الاجتماعية. والفراغ اللي هو المهلة، الوعاء الزمني، العمر اللي هو فيه غيرنا مات، فيه غيرنا مهلته خلصت. احنا الحمد لله ربنا مدينا مهلة، مديك عمر، مديك وقت. فالنعمتين اللي عندك هي السلامة بكل أنواعها، والنعمة التانية هو العمر أو الفراغ. النعمتين دول يجيبوا لك جنة، جنة عرضها السماوات والأرض. ما تبيعهمش بالرخيص، ما تبيعهمش بالرخيص. وكون على يقين ومعرفة إن في سراق للنعم دي، في سراق لهذه النعم، وزعيم العصابة هو الشيطان. الشيطان هو زعيم العصابة، هو ضعيف لكنه متمرس، متمرس، هو مش هاوي، هو متمرس وعارف يخش لكل واحد ازاي، وعارف يسرق من ده ازاي، ويسرق من ده ازاي، ويسرق من ده ازاي. وظيفته كده. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. واتخذ غير أخذ، يعني زيادة المبنى بيفيد زيادة المعنى، يعني مطلوب زيادة في الحذر، زيادة في الحرص، زيادة في إنك تعرف عدوك. في معنى الحديث الشيطان ينصب عرشه على الماء كل ليلة، يروح في البحار والمحيطات، الأماكن البعيدة اللي مبقاش فيها أذان، مفيهاش ذكر لله سبحانه وتعالى، ينصب عرشه على الماء كل ليلة. فتأتيه الشياطين فيقول أحدهم ما تركته حتى سرق، فالشيطان الكبير يقول له ما فعلت شيئا. الثاني ما تركته حتى كذب، يقول له ما فعلت شيئا. والثالث ما تركته حتى شرب خمرا، ما فعلت شيئا. يقعد يقول كده، حد من يجي واحد يقول له ايه، ما تركته حتى فرقت بينه وبين زوجه، ما تركته حتى فرقت بينه وبين زوجه. شوف الرواية، فيدنيه يقربه جنبه، وفي رواية فيلتزمه يحضنه ويقول له أنت، أنت نعمة أنت. الله، طب والكبائر اللي فاتت دي، ما تركتوه حتى زنى، ما تركتوه حتى سرق، الكبائر دي مش كبائر؟ آه كبائر، لكن هو عارف إن خراب البيت ده، خراب البيت ده بيجيب كل اللي فات. خراب البيت هو اللي بيجيب السارق، طلع المنافق، طلع، يطلع الزاني، يطلع القاتل، كل الآفات الاجتماعية. فهو ما بيلعبش، الشيطان ما بيلعبش، وعايز يسرق منك أهم سلامة عندك، السلامة الاجتماعية، صحتك، عمرك، عايز يسرقه منك.